من الكلمات اللي بنسمعها دايما في رمضان صلاة التراويح. يمكن صلاة التراويح بتبدأ في ليلة الرؤية، وطبعا الصلاة دي سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيكون فيها بقى روحانيات جميلة، لأن هي بتكون في المساجد، وبنشوف الناس في زيادة في الأعداد بتبقى موجودة في محيط المسجد، في الساحات حتى الملحقة به. ويمكن في ناس كتير مننا ما تعرفش أصل كلمة التراويح. إحنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عن أصل الكلمة، فتعالوا نشوف مع بعض الناس قالت إيه ونعرف معنى كلمة التراويح. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. الخلق بشتى الأجناس يسجد. يعني إيه كلمة التراويح؟ على حسب، يعني جاي تقريبا من كلمه روح. لا دي بقى انت تقول لي عليها، لان انا ما سالتش في الموضوع ده. يمكن ان الواحد يرتاح في الصلاه، يعني تحسها كده جايه من الروح كده، او جايه من حاجه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كده منزلها عشان نحس بيها. يعني عشان بتهيألي ان هي بعد صلاه العشاء تراويح، صح كده ولا ايه؟ مش عارف. تراويح بتروع روحانيات. تراويح لان هي ممكن بتروح عن النفس، ان انت ممكن تصلي ركعتين وتستريح وتصلي ركعتين تاني، فهي جايه من التراويح. لان بيتريح النفس، جايه من ارتياح. التراويح زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ارحنا بها يا بلال، فهي الصلاه للراحه النفس. يا بتروح عن القلب، يعني الصلاه بتروح عن قلبك. الارض تسبح وتكبر. ليه سميناها تراويح؟ هي اسمها في الاصل اسمها صلاه قيام الليل، تمام، بس ممكن نقول ان هي تراويح عشان خاطر يعني بنتروح بيها، او يتم الترويح بيها عن انفسنا، او كحاجه روحانيه. هي جمع ترويحه، اللي هو زي تنفيسه كده، يعني ايه، كل اربع ركعات في ترويحه كده، الواحد يقدر ياخد نفسه ويقدر يقعد شويه، يقدر يسمع كلمه يريح من القيام كده يعني.